المشكل اللي لقيت اخويا هو لقيت ورقه ب 150 درهم اخويا الزراد اخويا قال لك هذيك معاونه ما معاونه مع الفرقه ما كاين لا معاونه لا والو هذاك الشيء كامل نصيب او 150 درهم اخويا حتى فين هما الورق كريس قطعهم ب 1000 ريال فين هما الكريس قطعهم ب 1000 ريال شو ما عيب عليهم اصاح و 150 درهم تريبي الكريس ما لقيناش ب 1000 ريال فين هما 1000 ريال نقطعوا ما كاينش 150 درهم شو ذاك قال بقى 80 ورقة تريبي النهار الأول يتقطع ديما هادشي أخويا كنطيحو فيه حنا أخصي الولادين ديما في حالك كا أخويا Thank you.